بما أنك ذكرت التجنيد الإجباري سيد الأسعد، ماذا عن هذا الشأن في حي قويران أو في الأحياء الأخرى في الحسكة ومدن أيضا شمال شرقي سوريا؟ أخي الكريم، أبناء الحي حقيقة هناك عملية تكاتف كبيرة جدا بين أبناء الحي. هذا الحي يعني هو يعتبر حي الكرامة، حي الحرية، من يدخل إلى هذا الحي فهو آمن، ولذلك الشباب الذين يرفضون التجنيد الإجباري والقسري هم يدخلون إلى هذا الحي من أجل الاحتماء في هذا الحي. بينما عملية التجنيد الإجباري والقسري حاليا هي شغالة بنسبة كبيرة جدا من تنظيم البيدي قسد الإرهابي في الشدادي، في الصور، في المرقدة، في الهول، في القامشلي، الدرباسية، عامودة، في جبل عبد العزيز، في الحدادية، في عجاجة، في تل تشاير، في أغلب مناطق وقرى ونواحي محافظة الحسكة. عملية التجنيد الإجباري والقسري حقيقة هي عملية قذرة تقوم بها ميليشيات قسد البيدي الإرهابية من أجل قتل الشباب، من أجل التأثير على الشباب وزجهم في المعارك الوهمية، من أجل أجندات خارجة عن إرادة الشعب السوري. حاليا هم يريدون بتنفيذ أجندات من خارج الحدود أقدمت ميليشيات البيدي قسد الإرهابية على جلبها من العراق، من جبال قنديل، من إيران، وكل ذلك من أجل تهجير العرب، من أجل قتل الشباب العرب، وكذلك من أجل عملية التغيير الديموغرافي في المنطقة من خلال جلب أبناء العصابات الإرهابية من جبال قنديل والعراق، وكذلك من إيران ومن تركيا. ميليشيات البيدي قسد حقيقة هي لم تتوقف في عملية جلب المرتزقة من مختلف دول العالم. بينما نتحدث عن اقتحامات وعمليات دهم لمنازل أيضا للمدنيين في حي قويران، أخيرا معك سيد الأسعد، بالنسبة للعملية العسكرية التركية أيضا في مناطق من بجدة الرفعت ومناطق شمال سوريا، تأخرت العملية العسكرية بخصوص البدء فيها، لكن الجهات التركية هي من تحدد موعد تلك العملية وانطلاق تلك العملية. أيضا في هذا الخصوص في المواجهة بين قوى المعارضة أيضا مدعومة من جانب التركي والجيش التركي في ضد قسد في هذه المناطق، هل من تفاصيل أخرى بخصوص العملية العسكرية التركية المرتقبة في ضد قسد في هذه المناطق؟ يعني حقيقة نحن لا نريد أن نتدخل في السياسة الداخلية التركية، تركيا هي التي تقرر بدء هذه العملية، رغم أن الجيش الوطني السوري الحر على أهبة الاستعداد من أجل الدخول في هذه المعركة من أجل تحرير الأرض والإنسان في منطقة الجنوب.